مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد. اليوم غنتحدثوا على واحد العقدة اللي هي مهمة بزاف في أي رايس، ولا وهي العقدة ديال جوج صنارات في خيط واحد. هذه العقدة بالضبط كتنفع لحالات كثيرة. أول حالة اللي معروفة عند جميع الرياس هي بالنسبة للطعم الكبير، أو حتى بالنسبة للطعم الحي، بأنه كنركبوا جوج خطافات، وفي حالة الطعم الحي كيتحرك كتير ضروري، يا اما الا شدها من القدام او من الظهر غيحكمها. وتاني حاجه اللي واخا جميع الرياس ما كيقولوهاش، هذه مزيانه بزاف في حالتي الا درتي صناره صغيره واعتمدتي على الدويده او لا على الكروفيت او الروبيان، بانه كتكون مجموعه كبيره. بحال كنحطو جوج كروفيتات هنا، وحده كتطلع لهاد البلاصه، والتانيه هنا، وهنا كذلك كنديرو جوجات، وحده هنا كطلع حتى لهاد الراس، وحده هنا، يعني كيكون ربعه القمرونات. وفي هذه الحاله بالطبع راه اي حوته كتشوف هذا العدد تاع الطعم محطوط راه كتستغل الفرصه مباشره. اذا نبداو بالترقيعه ديالنا. غنحتاجو لهاد الصنارات، فوالا نفس الحجم، او وحده صغيره وحده كبيره ماشي مشكل. المهم نبداو، كناخدو السبيب، كناخدو هاد الراس مع هاد الراس، راه بسيط للغايه. كنزديوهم بهاد الطريقه عاديه. كناخدو الصناره ديالنا، كنحطوها، كناخدو هاد الخيط، كنبداو ندوروه. المهم تقريبا كنديرو 7 دورات، 7 هي المثالية لأي صنارة العموم. كنجرو هذا اللي هنا، ماشي هذا اللي في التحت، كنجرو هذا اللي هنا، نسرح الخيط، والعقدة ديالنا تمت بنجاح. وهنا ملي كنبغيو نزيرو من الاحسن يكون عندنا شي بانس بحال هذا، من القطف بحال هذا، كنشدو به هذا السبيب، ونشدو هذا السبيب ونزيرو. احسن حاجه حيت الفم نهائيا ممنوع، لانه الا زلق ليك ودخلات هذه راه مشكله كبيره. وكنزيرو هذا الا ما قدرناش نديرو هكا راه بسيطه، نقدروا ناخدو غير المقص، غير هاد العقده المقص ندخلوها هنا ونجبدو، هادي راه بسيطة. كنقطعو هاد الشيطة اللي كاينة هنا، عفوا، فوالا العقدة الأولى كملنا منها. دابا غنجيو للصنارة الأخرى، الصنارة الأخرى غتكون هنا قريبة، الأخرى قريبة ليها بحال هكا. كناخدو هادي، كنشدوه نفس الحاجة، كنجيبو الراس، الراس الخيط كنحطوه هنا بهاد الطريقة بسيطة، وكندورو عاوتاني هادا، كندورو نفس العدد 7 دورات. المهم 7 8 ماشي مشكل. كنجرو هاد الخيط كيما العادة، كنسرحو الخيط هنا، والعقدة ديالنا تمت. فوالا اخوان الرياس، كنظن راه العمليه باينه وواضحه، سهله ما فيهاش شي تعقيد. الا جاتك صعيبه او لا شي حاجه، ما عليك غير تعاود الفيديو، عاود لي عدد ديال المرات، عاود ليه مره جوج ثلاثه حتى تبان لك القضيه بانه راه اسهل ما يكون.
كنشكركم على المتابعة، وكنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد لكم، وحتى الحلقة أخرى إن شاء الله. وما تنسوش بالطبع تدعمونا بلايك واشتراك. شكرا جزيلا للمتابعة.